كما كتلاحظوا اخواني الكرام، هذا بيت صاله كبيره هنايا، قريه ولد موسى. صاله كبيره كما كتشوفوا، مساحه 50 متر. بيت، هذا بيت صاله كبيره هنايا، طوالت صغيرة، الحمام، كاين هاد الوسط، هاد الدار الصغيرة وراها حتى هي، وهنا كاين بيت. كما قلنا اخوان الكرام فيهم 50 متر، 50 متر، بيت وصالة كبيرة، كوزينة وحمام، هذه كوزينة هنايا، وهذا بيت هو كما كتشوفوا، الله يجعل البركة. 50 متر ثمن هذا القوام. كاين لاكور، Thank you.